مصر جميلة جدا، مصر غنية بكل أنواع السياحة، السياحة بالتأكيد التاريخية الحضارية الدينية على وجه الخصوص. عندنا العديد من النقاط والمزارات المهمة جدا جدا في رحلة العائلة المقدسة. هنتكلم النهاردة على واحد من أهم هذه النقاط، وهو أو أهم الأديرة بشكل عام، والمزارات المسيحية والآثار القبطية المصرية. وبيقع فين؟ في أسيوط، في منطقة القوسية، وهو دير المحرة أو دير العدرة، من أجمل ومن أروع ما ممكن تتخيلوا. اللي ما راحش الدير ده فايته كتير جدا، دير له أهمية كبيرة جدا زي ما قلت لحضراتكم. العائلة المقدسة أثناء رحلتها واختفائها في مصر، وقعدت في هذا الدير تقريبا بنتكلم في 6 شهور و10 أيام. الدير بيضم أكتر من مزار سياحي، في أكتر من كنيسة، في 4 كنائس، في كمان كلية ومعهد علشان دراسة الكهنوت، له أهمية تاريخية مسيحية عظيمة هنتعرف فيه. طبعا بالتأكيد الأهم حاجة في المذبح الحجري، وهو الحجر اللي جلس عليه السيد المسيح عليه السلام. خلينا ناخد المزيد من المعلومات. معنا على التليفون دكتور عزت حبيب صليب، أستاذ الآثار والترميم. صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، مساء النور. دير من أجمل وأروع ما يمكن أن أي حد يزوره. خلينا نتكلم على أهمية وجمال والأهمية التاريخية الدينية المسيحية لهذا الدير، تفضل. الحقيقة أن الدير المحرة يعتبر واحد من أهم الأديرة على مستوى العالم المسيحي كله، وليس على مستوى مصر فقط. لأن هذا الدير أهميته بترجع إلى أن العائلة المقدسة عاشت أطول فترة خارج فلسطين في هذا المكان، عدد 6 أشهر و5 أيام. بالإضافة إلى أن في هذا الدير المسيح عبارك أول مذبح في التاريخ في هذا المكان قبل فلسطين، اللي هو المذبح الصخري في صخرة هناك. طبعا الصخرة دي اللي قعد عليها السيد المسيح هو طفل، وبارك فيها وحقق نبوءة من 700 سنة قبل ميلاد المسيح. سفر أشعياء النبي كان في نبوءة هنا يكون مذبحا في وسط أرض مصر. وفعلا لما تيجي تبص على الخريطة إن المحرة في وسط أرض مصر. فدي نبوءة قبل المسيح ب 700 سنة نبأ بها أشعياء النبي إن سيكون مذبحا في وسط أرض للرب في وسط أرض مصر. الحقيقة إن الدير بتترتب أهمية كبيرة، إن هو من أهم الأماكن زي الأماكن في القدس اللي عصرت حياة المسيح ومش عليها المسيح ونفس الطريقة. عشان كده بنعتبر زيارة دير المحرة قدس تاني، واللي مش يقدر يروح القدس في فلسطين يكفي إن هو يجي المحرة. وهنا من كنا كلمة البابوات والبابا فرانسيس إن زيارة أرض مصر هي قدس تانية وعضو مكملة لزيارة القدس. الحقيقة إن الدير هو بيقع زي ما حضرتك قلت في منطقة أسيوط مركز القدسية، وبيبعد عن القدسية حوالي 12 كيلو متر. الدير ده طب خلينا نتكلم على سر التسمية المحرة، لأن برضو اللي مش من الصعيد هيستغرب الاسم، لكن احنا واخدين عليه. ليه سر تسمية المحرة؟ هو الدير ده مبني على جبل اسمه جبل قسقرم، وكان في عرض 12 كيلو من القصية، وكان دايما بيسموه زمان جبل القسقام بالنسبه الى الدير. القسقام هي منطقه متكونه من كلمتين بتعني اسم احد ولايات العاصمه ال 14 في العصر الفرعوني. لكن ليه بيتشهر باسم المحله؟ ان هو مبني على منطقه جبليه حواليه بتنمو مجموعه من الاعشاب العشوائيه الضاره، وعشان المحرقة فدايما من نتيجة الحرق اسمها محرقة الأعشاب. عرفت المحرقة جاية من نتيجة حرق الأعشاب اللي بتلمع حوالين المنطقة. والدير كان زي ما قلت اسمه دير جبل قسخام أو دير السيدة العذراء أو دير المحرقة. طيب 4 كنائس بيضمها الدير. الدير بيضم 4 كنائس، الكنيسة الأثرية القديمة وكنيسة السيدة العذراء وكنيسة مجلس وكنيستين تانية. بالإضافة إن الدير بيضم حاجة اسمها الحصن. الحصن ده مكان بيبقى ملحق بالكنيسة على أساس أي مشكلة حوالين الدير أو كده الرهبان يقدروا يعيشوا في الدير ده لمدة ممكن توصل إلى 6 7 أشهر. الدير الحصن ده مكون بغرف للإقامة، ومحتوي على غرف
الاكل والطبيخ والغسيل والحاجة كده، واذا محتاج على كنيسه بحيث الراهب في فتره اللي هو وجوده في الحصن ده يقدر يمارس شعائره الدينيه اكنه في الدير. طب اخيرا كمان الدير فيه يعني مدرسه او معهد وكليه لدراسه الكهنوت. تمام، الدير برضه حب يقوم بدور التعليمي في الكنيسه، فانشا مجموعه مدارس، منها مدرسه بتخرج المعلمين، المعلم اللي هو الراجل اللي بيقود الالحان داخل الكنيسه. في الكليه الكليريكيه بتطلع اللي هو الراجل اللي دارس اللاهوت، درس اللاهوت سواء سنتين او اربع سنين. في مدرسه ثانيه بتعلم التعليم الدينيه واللاهوت الديني والعقيده المسيحيه. فالدين مش بس حياه رهبانيه، مش بس حياه علمانيه تعليم وكده، لكن برضه بيقوم بدور هام جدا في الحياه المسيحيه. شكرا دكتور عزت حبيب صليب استاذ الاثار والترميم، الدير الكلام عنه لا ينتهي، لكني بتوجه لحضراتكم بدعوه بجد، اللي ما زارش دير المحرق في القصيه في اسيوط فايته كتير، مصر جميله قوي قوي قوي.